إجازة كلمة مؤلفة من 5 حروف بيطلبها الموظف وبيكرهوها المدراء وبيتنكرزوا منها موظفين الـ HR. أو مثلاً هون بتركيا العامل السوري بيشتغل 12 ساعة علماً أنه قانون العمل بس 8 ساعات أو 9 ساعات بالكتير حسب الاتفاق. تخيلوا العامل السوري يقول للأسطى اللي عم بيشتغل عنده أبي تأجوزات لازم بن على السريع. الأسطى هون بيسحب غبة عميقة من الشاي وبيرد عليه بالطريقة نموذجية إيشيوك ذاتا معاش تشيكارت ميور، يعني شغل ما في وأصلا راتبك ما عم بتطالعه. من الأخير ما في تأجزات وكمل تشغلات أحسن ما أعمل لك تحلقات. شركة نايكي للألبسة الرياضية عملت شيء غريب من عالم الموظفين، عطت لموظفينا بالولايات المتحدة الأمريكية عطلة لمدة أسبوع كامل. وليش؟ عشان يرتاحوا نفسيا ويتخلصوا من التوتر ويتعافوا من ضغوط جائحة كورونا. شركة نايكي حققت ارتفاع بسعر أسهمها بهالسنة لقيمة 20%. مارت ماراسو رئيس قسم الأفكار بشركة نايكي أعلن عن العطلة وأكد أنه مو مجرد عطلة عادية، هذا اعتراف بأنه يمكننا أعطاء أولوية للصحة العقلية. ماسورو كمان قال للموظفين خذوا الوقت الكافي للاسترخاء وقضاء بعض الوقت مع أحبائكم. جدل على منصات بسبب حصر العطلة بس بموظفين الولايات المتحدة الأمريكية بس، والتعليقات على المنصات العربية كانت على الشكل التالي. تعليق من عبير بيقول مثل عنا لغوا الإجازات لأنه أصلاً عطلنا كتيرة. أما عمر فعم بيقول نحن بيعطونا إجازة لما بنموت. ياسين عم بيقول أصلاً أنا عطوني إجازة مفتوحة بسبب أدائي الكفؤ. مشاهدينا فيكن تعملوا تاج لمديركن أو تبعتوا اللينك على جروب الشغل وهو لحاله بيعرف، وفيكن تخبرونا بعدها إذا حن عليكن أعطاكن إجازة أسبوع مدفوعة ولا أعطاكن إجازة مجانية مفتوحة